مع الدكتور محمد الحاج وهو الأستاذ ودكتور التنظيم المدني مدير الجامعة المدنية معهد الفنون الجميلة في الرابع لكي يحدثنا ونعرف معه موضوع استدامة التنمية المدنية. دكتور محمد، أنا المدن اللي بتعيش نزاعاتها يعني لا تفقدت أصولها بالأصل، لذلك نحن بالعموم ما بنزيد إلى إعادة النظر بكثير من القضايا المطروحة على يعني على هذا الجانب، ومع احترامي لكل شيء أنجز بهذا المجال من مشاريع وقوانين وأضعافين والاستقرار حتى اليوم، أنا باعتقادي ما نوجد بعد ما يعني ساهم بمحاولة إعطاء المكان التضافي الاجتماعي بمنظور محدد وتكون مدينة تلك الاستدامة المطلوبة لتوفير مقومات حالة التطوير للمجتمع. نحن ما زلنا يعني نختلف على كل القضايا، لذلك أنا في تقديري لم نستطع حتى اليوم على تكوين مكاتبنا المشتركة بنظرتنا لحالة التضافي. والبحث أنا في تقديري إذا بدي يعني بدي وأنا منذ ما بدأوا يخلوا التشريعات القانونية لشيء اسمه أو منظمة شيء اسمه المنظمة الدولية أي منذ 1952 وبعدها 1963 إجت محاولة وبعدها إجت محاولة أخيرة يعني واصل بتكويننا اليوم النوع من يعني من اللامعرفة بالمكان اللي بنعيشه، وهذه خطرة بالتكوين العام الثقافي المعرفي اللي أنا ببحث عنه حتى أقدر أرسم مفاهيم مساحات الطرق الجديدة. يعني محاولتنا بخلق يعني محل لإطلاق السنة والشيعة على ساحة شكيلة يعني بعض الاستدلالات العامة الأساسية فيها هي محاولة للتذكير بأهمية المكان اللي ممكن يقدر يشكل بأدوات القائمة. في عندي جامعين هم يبقوا، في عندي مقبرة طائف، في عندي الحرش، في عندي مساحات طائف. حاولنا بالصبايا والشباب يعني نقول انه يعني من خلال هذه المكونات المشتركة للطائف متشابهين كلنا مع بعض ولتنفيذ عمومي. مش مع الأسف الشديد بس تحس الفروقات عندما تطرح الأسئلة على الناس. أنا بالتقاضي يعني اللي حتى بيطرح بعض الاستنتاجات من هذا موجودة بمعرفش إذا بكثير موجودة بشكل كلي. لذلك يعني فعل البحث عن مساحات طبقية أنا بتقديري قوانيننا اللي عم بحكي عنها لم تلحظ مثل هذه الأبعاد عن صيغة. لذلك مع الأسف الشديد يعني صيغت بسرعة كثير كبيرة، صيغت لأنه ما حدث بالعمران اللبناني السابق هو جزء منه بالصدرات القائمة أساسا بالتشريع والقانون اللي عم نشتغل عليه لحتى ما نخفي كثير يعني وراء يعني وراء بعض التعابير اللي بيحاولوا يجملوها القيمين مع الأسف الشديد منذ الاستقرار عليهم على المؤسسات التي ضاعفت هذه يعني هذه القوانين والتشريعات، إنما الأمر هو اللي وصل حالتنا اليوم إلى هذه المستوى اللي نحن فيه. يعني أنا من اللي عم بيقروا يعني لحظة التفجر القريبة لهذا التكثيف بالحياة اليومية بالمدينة اللبنانية. مع الأسف الشديد إذا خدتوا على صور بالصيف شفتوا إنه مش قدرانين تمشوا بالسيارة من ساحة الباص لحتى توصلوا على ما بعرفش البحر على الكورنيش بساعتين، يعني بيجوا بالناس. اللي بيدخل على بيروت كان بالصف الماضي كان بيصب الساعة اللي بيدخل فيها على بيروت وما بيقعدش يكررها مع الأسف الشديد. اللي بيحاول يشوف بأزق الجملة شكرا على التقصير، اللي بطرابلس ولا بزحلق بحق التجمعات الصغيرة المدينية مع الأسف الشديد أي احنا واصلين نتيجة هذا التراكم الفوضوي والعشوائي لكل المفاهيم التي سادت تطبيقاتنا آليات التطبيق للتنظيمات إلى أزمة أنا بتقديري مستعصية على الحل في ظل هذا التعاطي معها بمستواها الحالي، لأن الحل عم يجي مع الأسف الشديد كمان انتقائي تقييعي غير قادر على الخروج إلى داخل اللعبة بالقانون والتشريع. لذلك ما بدي أحكي كثير، لذلك كان النضال كثير كبير ما بين التسعين وحتى إقرار 98
إقرار الحكومة لشيء اسمه خطة شاملة لترتيب الأراضي اللبنانية. يعني أنا من اللي عاشوا هذه المرحلة بتفاصيلها العامة، أي نزول بالتفكير بإعادة البناء وطرح شبكة سوليدير وما تلاها مع الأسف الشديد يعني من مشاريع عمرانية. أي فكر اقتصادي لإنبناء على أساس توفير البنى التحتية، يعني بالتأكيد ما كناش ضده ولا ممكن أي عاقل عم يشوف يعني عم يشوف المساعي إلا أن يكون مع فكرة التسريع بتوفير المستلزمات الأساسية للبنى التحتية. البنى التحتية انبنت مع الأسف الشديد، وكان في جهد كثير كبير بشكر عليه كل من ساعد يعني للخروج اللبنانيين من بعض الحرب على الطائف لحتى يقدروا يكسبوا هذا البلد، انما رفض ذلك مع الاسف الشديد يعني انتقائيا مرعبا فوضويا عشوائيا فساد استشرى. انا بتقديري يعني لم تقدر الخطه الاقتصاديه ما بعد يعني ما بعد الطائف على توفير حالات الضغط جانب اساسي حالات التشريع الجانب الثاني منه، اي فقدان اليات الضبط لاليات التطبيق للمشاريع المقترحه من جانب، وفقدان اليات المحاسبه والتدقيق من جانب اخر، وصلت الى محل يعني انا استطرد الا اذا كنت عارف الاستهدافات الاساسيه منه في الاقتصاد الوطني العام. يعني وقت ما بدي اطرح شو اسمه طريق بيروت دمشق بدي اعرف انا من هون لهوني شو كل المؤثرات اللي تقدر تخدم بنية الاقتصاد القائمة على هذا الطريق، وإذا ما فيش ضرورة ممكن ما أقدم عليها، أحط أولويات محددة، بمعنى ما لحد 92 يعني المفهوم يعني وصل لمرحلة القناعة الكاملة لضرورة الخطة، وقبلت الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية في سنة 97، لم يبدأ العمل فيها إلا سنة 2001، وقبلت يعني في 22 تقديمي ب 20 حزيران يعني هذا الحديث اللي كان عم يعني عم بينك بس في 91 صلوا قديش اخذ وقت لحتى يقام تحت المرسوم رقم 23 66 تطر من شهرين ثلاثه وما حدا سمع فيه اللي بيستغربوا انا اكثر انه كل المؤسسات المعنيه بالبلد لهذا الموضوع كمان كانه مبني يعني عم بيربطوا إكرار مثل هذا الإنجاز الحقيقي لإعادة النظر بفكرة الثقافة المعرفة التي تبحث عن أشكال الخلق والمساحات التي توفر حالات التواصل في مجتمعنا البلداني لبين كافة التدمينات مع الأسف الشديد إن كان السياسية أو الفكرية. الخطة الشاملة للترتيب اللبناني ما راح أحكي عنها بتفاصيلها موجودة. أنا بتقديري بتمنى إنه يعني يكون هذا جزء من هذا المجتمع الذي يبحث عن يعني الذي يوفر آلات الضغط الأساسية لخلق آليات التطبيق لبدء العمل بهذه الخطة، لأن إذا بدي أطلع أنا على يعني يعني تلقائية القوانين التي تتعاطى مسألة التنظيم العمراني انه ما ممكن انا اعمل خطه توجيهيه شو اسمه مخطط لمدينه او لقريه والسيد بلبنان مبدئيا يعني دون محاوله وضعه ضمن دائره محدده من التلازم الدموي معه، يعني ما في شيء اسمه مخطط لضيعه شو اسمها دون محاوله جوده شو ممكن هذه تقدر توفر من بتوازن محدد بالاقليم اللي هي فيه او بالمحافظه اللي هي فيها بعض من يعني ارضيه تنمويه للناس، لانه انا ما ببحث الا كيف حط في هذا البني ادم يعني بعض من مستلزمات عيش كريم، اي بدي اعمل له فرصه العمل التي توفر له المدرسه وتوفر له المستشفيات ومجال التفاصيل. لذلك ما ممكن يعني ما ممكن الحل الطبيعي يقدر يوصل لمحل بخيار يعني مضمون الحل الطبيعي بهذه الدراسات المنطقة لن تؤثر على فكرة ضرورة إعادة النظر بجانب هذه التوحد المحدد والنظر إلى البلد كمجرى وطني. يعني لغة لبنان كمجرى وطني اللي احنا فاضيينها بالنظر إلى مبدئيا عم يعني عم تسمح لكل نافس إنه يعمل مجالاته المذهبية الخاصة فيه، وهذه مش عمل
يتحول العضو بشكل او باخر الى يعني قوه ماديه محدده من خلال المكونات. يظن اليوم كل مذهب اليوم عندنا بلبنان عنده يعني عنده اقتصاد، عنده مستشفياته، عنده مراكزه العلميه، عنده ما حدا بحاجه للدوله. يعني من هم بحاجه للدوله اليوم بلبنان؟ هم الباحثين والمتابعين الشخصي عن هذه الصيغه للتعايش. يعني ما عشنا اليوم بحاجه مره جدا للنظر الى البلد كمجرى وطن، كوطن، اي فكره الوطن المفككه. انا كواحد عم بتعطى فكره التخطيط اللاتيني العمراني بلاقي على انه من خلال خط مسرحان التمدن القائمه ممكن مره جديده هذا الاعتبار لهذه الفكره في الانتصار. لذلك كثير ضروري اليوم انا من الخطه الشبابيه تبدل البلد وما احتوجت من قضايا ممكن انا اعترض على كثير من الدول فيها، بس انا كنت من اكثر المصرين على اقرارها رغم كل الشواهد في هذا الموسم يعني في بعض المحلات، انما فعلا خلاص والله يعني بخلاصه البحث انا يعني خلاصه الحديث مع احترامي للدكتور يعني للعشرين دقيقه يعني المنطق الاساسي اذا بدي اقول انا لتوفير الاستدامه للاردن المدينه لن يكون الا من خلال يعني لعبه محدده بوعينا. يعني اذا مره جديده ما تعاطينا على اساس الثقافه المعرفه بتكوين سلوكنا الاجتماعي لن نكون قادرين على خلق مسحه الطلاق المدينه.